السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة في اليوم الثاني على التوالي من أرض معرض بغداد الدولي ومهرجان الطفل العراقي الدولي بنسخته الثانية. استمر هذا المهرجان من يوم أمس إلى 3/7، راح يكون خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكيد إحنا مستمرين بالتهاني في هذه الأيام المباركة. نتمنى من الأهالي جميعا أنه يجيبون أبنائهم للمهرجان، لما في المهرجان من فائدة ثقافية وعلمية وأيضا أخلاقية وألعاب متنوعة وأيضا خبرات من دول أخرى. نتمنى الجميع أنه يجون خلال هذه الأيام. أكيد إحنا مثل ما عودناكم خلال هذه الأيام نأخذ لقاءات لمختلف الوفات الموجودة. معنا السيد أحمد الموسوي، السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله، الله يحفظكم ويعطيكم العافية، شرفتونا اليوم، نورتونا، أهلا وسهلا بكم. خلينا نتكلم اليوم على أهمية مهرجان للطفل، وما زاد هذا العام عن العام السابق، أنتم شاركتوا السنة الماضية، فأهمية هذا المهرجان واستمراره. أنا أوضح نقطة، إحنا العام ما شاركنا بهذا المهرجان بقدر ما أنه حضرنا به وشفنا أهمية هذه المشاركة، شفنا أهمية الوجود في ساحة الطفل. إحنا اليوم عندنا مؤسسة تبين اللي هي شركة مختصة في مساحة الإنتاج الفني والتطوير الإعلامي، عملنا على إنتاج مجموعة من النشاطات، ولكن من إجينا وشفنا مساحة عالم الأطفال وصلنا إلى نتيجة أنه نصنع عالم خاص بالطفل، وقررنا أنه نصنع عالم إيليا للطفل، إيليا كيدز. إيليا كيدز هي منصة صنعناها لأنه تستهدف هذا العام صنعتوها؟ هذا العام صنعناها، بدأ التخطيط لها من قبل تقريبا 8 أشهر، عمل التخطيط، ومرحلة التخطيط وصلت إلى مرحلة أن كتبنا وعدينا مجموعة من الألعاب الخاصة بالفكر والذكاء وغيرها من المساحات، وأرسلناها إلى مجموعة من المصانع تم التواصل. نعرف هذه الألعاب، إذن معنية فقط في ألعاب خاصة بالطفل، هذه الألعاب هل هي مادية أم هي إلكترونية؟ لا، ألعاب مادية، إحنا حاولنا أنه ما ندخل بالإلكترونيات، ردنا نرجع إلى الطفل، نرجعه إلى الحالة المادية الملموسة من الألعاب. هاي الألعاب اللي متعودين عليها يمكن من الألعاب الصغار إلى غيرها، إذا نشوف ممكن نشوف مجموعة من النماذج إن شاء الله نستعرضها في وقت آخر. هاي الألعاب صنعناها بالمصانع خاصة بماركة إيليا، يعني إيليا كيدز. دخلنا إلى المجموعة من العالم الخاص بالألعاب والتجهيزات، أكو تجهيزات أخرى اللي هي حقائب وغيرها من النماذج، وصناعة مجموعة من الفعاليات التدريبية والتطويرية في مجال الرسم ومجال مجالات أخرى يعني تحددت في هذا المساحة. فعمليا وصلنا إلى 8 أشهر، اليوم نشوف هذا إيليا كيدز موجود، منصة موجودة حقيقية واقعية، نسعى إلى أنه يكون عندنا فروع إن شاء الله في كل المحافظات، والفرع الأول إن شاء الله راح التعامل راح يكون وياكم إلكتروني، عندكم صفحة خاصة بكم أم في مكان؟ على الحسابات على الفيسبوك وإنستغرام وكذلك بعنوان عالم إيليا للأطفال. طيب اللي يجيك من طرف قناة الأيام الفضائية إلى خصم؟ عرفنا وخدمتك. إيش قد؟ خصم لكم، احنا حددنا قبل شوي الى عوائل الشهداء، كانت عندنا مؤسسه رادة وخصم، فحددنا 50%، باعتبارهم اكرم من عندكم نعطيكم 60%. 60%؟ لا، 60% السعر، يعني 40% خصم لكم ان شاء الله. 40% اللي يجي من طرف قناه الايام سواء راح يراسلكم على منصه ايليا خاصه بالعاب الاطفال. بس خلي اعرف نقطه مهمه والمشاهد ايضا يعرف، هل الالعاب لفئه عمريه محدده؟ لا، الفئات العمرية متقدمة، يعني حتى الألعاب اللي صنعناها نفس اللعبة بها خيارين، يعني خيار للأطفال من 6 إلى 14 سنة وخيار من 14 إلى آخر العمر، يعني للكبار، فأكو تنوع، نفس اللعبة بها الصعوبة متقدمة ومتأخرة. الألعاب لعمرنا اللي هي فكرية محببة. إن شاء الله، هسه إن شاء الله متخلصون نشوفكم الألعاب إن شاء الله. إن شاء الله، شكراً جزيلاً، موفقين سيد، الله يحفظكم، أكيد مستمرين وياكم. وبالنسبة للأعمال اليدوية والعطور والبخور والشموع هذا القسم اللي احنا دائما نحبه. حبيبتي تعرف على حضرتين، انا اسمي جيهان واصنع مواد تجميل خاصه بالبشره زائدا البخور ومواد كلها طبيعيه صنع يدوي بالبيت. ليش اليوم جيتي مهرجان الطفل العراقي؟ حتى اشارك وحتى اروج عن بضاعتي هماتين وحتى اتعرف على وجوه الطيبه. بالاضافه الى انه معني بالطفل، معني بالعوائل ايضا، لانه اليوم دا يتعرفون على مشاريع تعبتوا عليها، انت مختصه بموضوع مهم وخطر بنفس الوقت، خاصه المواد هذه الطبيعيه تحتاج دراسه.
يعني انت شلون نميتي هاي القدرات؟ قدرتي تصنعين بخور خاص بشيء معين مثلا؟ انا الحمد لله كنت مهتمه من الصغر، يعني عن اهلي عن اقاربي بهذا الشيء مختصين بالبخور. طورتها شويه شويه بالدورات، بعدها اختصيت بالصابون والكريمات، فالحمد لله يعني هسه يعني صرت يعني معروفه على بالانستا، هم ثاني يعرفوني، وكل الاخذه اسمي جيهان سباب بالانجليزي، اي حتى ناشره تجارب بالزبائن والحمد لله. فهي قلت لي من صحيح خطره، هي اذا استخدامها غلط مثلا حبه السوداء استنشاقها ياثر على الرئه، العلش المر مثل ما ذكرنا هم ثاني ياثر، فكل شيء له استخدام. هي اشياء خاصه للاطفال البوث بوم، ونفس الوقت الشموع، يعني الشموع الصغيرونه البام. حلو. طيب انا اللي عرفت اسعاركم مناسبه، خمسة وجوه خمسة وجوه، يعني اسعار كل المهرجان الطفل هماتين، لان الفئه تجي كلها صغار، فمين يقدرون يعني يشترون؟ فمثلا الشموع اللي هسه قلنا عليها الاشياء الصغيره، ويعني 2003 يقدرون يشتروها. يعني هذا الموضوع إرادة للتطوير، إرادة لمواكبة، لأن تعرفين الناس تطمح كل ما هو جديد، شلون تتطورين هالمهرجان؟ والله أنا مشكلتي ما أقدر أتطور، لأن إحنا نشارك مهرجانات وإحنا محددين مكان صغير، يعني مو ذي مثلا محل ونقدر نطور نفسنا، فمحددين لو أما متر وربع فما أقدر يعني زيادة. يعني قصدي من ناحية المساحة والكمية، أنا أقصد كمادة عادة عندي، يعني الحمد لله أدخل دورة كل ما يعني يعجبني في الشيء ادخل دوره اتعلمه، ورا شهرين ثلاثه اطبقه على الواقع. حلو. عندك بالبيت تجارب تسويها؟ اللي مشهد تجارب البيت وهم هماتين اولادي همات الحق التجارب. تشيرين استشاره طبيه قبل الخوض في ماده معينه؟ لا، ممكن تشيرين ادخل دوره، يعني اسوي دراسه عنها، وهم اصلا مختصين اللي يسوون دورات هم مختصين بهذا الشيء. تسالين الزبون اسئله طبيه اذا هو مثلا عنده تحسس من ماده معينه؟ لازم. ايه يعني سجلت ابني قبل شويه قالت لي هاي الخلطه اقدر اخذها؟ قلت لها انت حساسه؟ قالت بشر تحسست؟ لا ما يصير، خاصه البشره الحساسه يعني صعب التعامل وياها. اشكرك جيهان. شكرا لكم، نورتوا المهرجان حبيبتي. نور. موفقه دوما وان شاء الله عيد الرزق. شكرا جزيلا يا عمري، اكيد نستمر وياكم. من ضمن العنايه الموجوده في المهرجان قسم خاص لوزاره الصحه. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. ممرض فني حسين جاسم محمد، قطاع دار الصحه بغداد، العفو، قطاع المحموديه، مركز الرشيد الثاني ان شاء الله. اهلا بك استاذ. خلينا نتكلم عن اهميه وجود بوث خاص لوزاره الصحه ضمن مهرجان الطفل. والله هذه خطوة إيجابية وبناءة، ونشوف المواطن ما وصل من تطور دار صحة بغداد والوزارة. إضافة هذا إحنا دائما نأكد على الالتزام باللقاحات، وننطي إرشادات والالتزام باللقاحات هو يجنب أبنائنا هواية من المشاكل الصحية. وإضافة لهذا ان نشوف مدى التغذيه الصحيه للطفل العراقي. يعني شلون الكيفيه؟ انا شفت جو اطفال قست الوزن، قست الطول، سالس على النطق. نعم نعم نعم. هو اول ما يجينا الطفل ناخذ الوزن مالته، ناخذ محيط الراس، نقيم عندنا بوسترات نشوف وضع الطبيعي، اذا كان طبيعي نستثنى على الام وعلى الاب على هاي الاجراءات الصحيه، وإذا كان عنده أكو خلل بالموضوع نحاول نوجهه إلى الطريق الصحيح وندزه إلى أقرب مركز صحي أو إلى المستشفى على مود ياخذ الإجراءات تجنب للمشاكل بالمستقبل. بعدين إحنا الطفل لازم نكتشف الأمراض والمعوقات الصحية من مبكرة، ذلك على مود ياخذ علاج ويتجنب فترة قصيرة يصير زين. إذا كبر بعد ما نقدر نعالجه وهذا يسبب أرباك ومشاكل هواية بالعمل. شفت حالات معينة؟ والله لا الحمد لله، لحد الآن الأمور كلش طبيعية. إحنا شفنا تقريبا فوق 30 مريض أو العفو مواطن وطفل، فالأمور كلها ضمن معدل الطبيعي. وأيضا ننصح بإجراء اللقاحات، بدأ تسأل عن آخر اللقاح. بالضبط بالضبط، هو إحنا دائما نحث المواطنين، نحث الأم، نحث الأب على الالتزام باللقاحات ومواعيدها مضبوطة على مود يجنب الطفل مشاكل صحية كثيرة مثل الأطفال والحصبة وغيرها وغيرها وغيرها. شكاوي أكو بعض الأطفال يقول لك يسهر، يقول لك دائما على الآيباد دائما، هاي مشكلة. نعم. الأمهات حالة. إحنا جتنا هسه أكو جتنا حالة واحدة عندها بفرط بالحركة
هذا مصاب بداء التوحد، فنصحنا الأم ابتعاد عن التلفزيون والموبايلات وما يسبب ضرر كبير للطفل، ونصحناها مراجعة أقرب مستشفى أو مركز صحي على مدى حالة إلى المراكز التخصصية بهذا الموضوع. شكرا جزيلا استاذ ربيع. اهلا وسهلا. الله يخليكم، خطوه جيده ومباركه اكيد لوزاره الصحه بوجودها هنا لمراقبه ايضا صحيا للاطفال وارشاد العوائل الى اقرب مراكز مختصه حسب كل طفل وشنو يعاني. معنا الست، السلام عليكم، تعرف على حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله، اسمي سجراء هادي، معاونه في مدارس افق الاهليه. شنو أهمية وجود المدارس اليوم في مهرجان مختص بالطفل؟ شنو يميز مدرستكم عن بقية المدارس؟ أول شيء بالنسبة كمهرجان اللي مهرجان الطفولة مهم جدا، خصوصا بالوقت الحالي، لأن أولا يعتمد على تنمية الطفل من جميع مهاراته. ننطي أهمية للطفل بالوقت الحالي بعد ما المجتمع بدأ يفقد اهتمام للطفل. فالهدف من المعارض اللي تكون للطفولة العالمي ننمي الطفل من ناحية الروايات العالمية، تثقيف الطفل من ناحية البرامج التثقيفية اللي راح يشوفها، حتى الألعاب، طبيعة الألعاب تغيرت حسب مجتمعنا، يعني تطور بحيث الألعاب تكون تحفيزية للطفل، مو فقط أني أنطي لعبة يلعب بها بوقت محدد. نعم، يعني حددنا ألعاب مثلا القراءة أكو مثل ضمن المدرسة موجود. نعم، احنا كمدارسنا بما انه الكل بالوقت الحالي دا يهتمون بالطفل، مدارسنا بمجموعه مدارس افق اهتمت بالطفل اهتمام خاص، خصوصا عندنا بروضه افق وابتدائيه افق، سوينا برامج متنوعه للطفل ننمي مهاراته ونبدي نشتغل على الطفل حتى تبدي مهاراته، يعني تنمو المهاره ونبدي احنا نكيفها للمجتمع. عندنا مثلا هم سمر سكول. نعم، عندنا سمر سكول يضم نشاطات متنوعه، قاعات فنيه متنوعه، تضم الموسيقى، تضم لغات، تعلم الطفل اللغات الاجنبيه، اطلاع، عندنا مكتبات ثقافيه متنوعه، مكتبه خاصه بالمدرسه تضم مجموعه روايات قصص مع الاطفال حتى تنمي الطفل وتخليه يطلع على شيء ثقافه تعتبر عامه له. والتزام أكيد بالمناهج العراقية، لكن بإضافة طريقة تدريسكم هي المشابهة أم تختلف؟ طريقة التدريس نجي احنا أول شيء كادر تدريسي مختص عالمي، عندنا مختبرات عالمية تدريس الطفل داخل المختبرات حصرا، عندنا مختبرات العلوم، مختبرات الحاسوب والروبوت والذكاء الصناعي، ندرب الطالب شلون يكون روبوت ويمشي الروبوت عن طريق التليفون الموبايل، ندرب الطفل من ناحية الفن والموسيقى، من ناحية الجودو الكاراتيه، هاي الأشياء اللي تنمو الطفل جسميا عندنا. بالنسبة للمناهج العربية ومناهج الإنجليزية مثل ايش عندنا الماث الساينس، يعني منهج موازي الماث والساينس والأودي آي والكمبيوتر الإنجليزي. موفقين مدارس أفق، مكانها في المنصور. أي مكان مدارس أفق بالمنصور الداودي. شكرا جزيلا ست، موفقة إن شاء الله. أكيد هذا الشيء يحتاج حرص. وعليكم السلام ورحمة الله. سهلا، حياكم الله. دكتور محمد باقر من عيادات جلوبال لطب الأسنان. أهلا بيك. البارحة تكلمنا عن موضوع مهم جدا عندكم في جلوبال حول التخدير الإلكتروني، والأستاذ قال أنه مهم جدا خاصة اللي يعانون من أطفال الاضطراب معين أو الغاز الضاحك. حلو التكنولوجيا بعالم الأسنان، شو رأيك؟ أغلب الأطفال بصورة عامة، ومو بس الأطفال، الأطفال والكبار يعانون من فوبيا من أبرة التخدير، وهذا شيء طبيعي فطري عند الإنسان. لهذا السبب الكثير من الأجهزة الحديثة توفرت بالعالم. أحدث ثلاث أجهزة متوفرة حالياً، هو جهاز الـSTA اللي هو Single Tooth Anesthesia، يخدرنا السن فقط، يعني إحنا قبل من كنا فرضاً نخدر الفك السفلي، لما نعطي إبرة التخدير يخدر الشفة واللسان، ومرات يعض على شفته وشي. حالياً هذا الشيء كله ماكو، مجرد يخدر مكان السن اللي نحتاجه، وكل هذا بدون ألم، عبارة عن مثل النيدل تكون صغيرونة تفوت بين السن وبين اللثة وتخدر السن بدون أي ألم وبدون أي مشكلة. هذا الشيء صراحة استخدمناه صار تقريبا 3 سنوات، الحمد لله النتائج كلها إيجابية، نسبة النجاح بالتخدير يعني تتجاوز 90% الحمد لله والشكر. وهذا الشيء بالخصوص الأطفال الصغار اللي يعني أول زيارة طبيب الأسنان، نحن دائما نركز نشوف الطفل إذا أول زيارة طبيب الأسنان جاي يختلف عن طبيب مرة. شو وقت أني أخلي الطفل يزور العيادة بأي عمر؟
أم مع ظهور أول سن؟ أنا أعتقد يعني أول سنة طبعاً هاي أهم نقطة، إنه مع ظهور أول سن يجي مو لغرض العلاج، يجي لغرض الإرشادات الصحية حتى يأخذ الأم والأب يأخذون كيف المحافظة على هاي الأسنان، إضافة إلى أنه بعد فترة لما يصير أمر أسنان تحكي دكتور في فرشة أسنان تلبس بالأصبع يعني ممكن الأم يتنظف إحنا بالبداية الطفل لما يكون رضيع حتى أول أيامه يفضل أنه ما يخلي الحليب يبات بحلقه، أنه شاش مبلل أو قطنة مبللة يمسح المكان مال الفم مالته، هذا كله الحفاظ على الأسنان تمام، حتى إن شاء الله تكون البيئة مال الفم مالته تكون بيئة صحية لظهور الأسنان اللبنية وبعدها ظهور الأسنان الدائمية. شفتي يجوكم للبوث الخاص بكم العوائل، شنو تقدموا لهم؟ تسألوهم؟ شو تنصحهم؟ بالعوائل أول شيء نسألهم على تفريش أسنان أطفالهم كم مرة يفرشون، وهاي من الأمور اللي تقريبا نسبة الخطأ اللي يصير بها 80%، إنه أغلبيتهم يفرشون لو بالأسبوع مرة لو باليوم مرة، طبعا هي مو كافية. عندنا فد معلومة نعطيكم، إنه البكتيريا اللي تسبب تسوس الأسنان كل 12 ساعة ممكن تسبب إفرازات تمام، هاي الإفرازات لذلك ننصح مرتين جدا كافية، لهذا السبب كون الطفل يفرج أسنانه مرتين باليوم راح يقدر يحافظ على أسنان. بعض يقول بعد كل وجبة، هذا الشيء مو صح. هواي دراسات موجودة على هذا الجانب، بس الدراسة الأخيرة اللي ثبتت فعاليتها إنه شافوا حتى ماكو فرق بين اثنين أو ثلاثة ماكو فرق، فأهم شيء مرتين باليوم إحنا عندنا كلش كافي. معلومات وعالم الأسنان كلش كبير، إن شاء الله يجون ويعرفون هالمعلومات، لكن بعدنا على الأوفر البارحة قالوا لنا 15% لقناة الأيام. أي واحد يجينا من قناة الأيام من طرف قناة الأيام متابعين قناة الأيام إلى أوفر 15%. أمنونا جدا موفقين في جلوبال، شكرا جزيلا لكم. أكيد أحبتي نستمر وياكم، ناخذ فاصل قصير وراجعين. أيضا 10 بالليل مستمرين طول هذا الوقت كله، كل بوث إلى فقرة معينة، البعض يمكن مسابقات ينطي هدايا، فد فقرات تثقيفية معينة، فكلها موجودة أيضا بالصفحة على الفيسبوك هذه الفعاليات، ومن تجون أيضا سألوا إذا في فقرات معينة تعجبكم بوقتها المعين حتى تجون غير يوم إن شاء الله. معانا السلام عليكم. السلام، أهلا وسهلا، إبراهيم عبد الكريم إسماعيل، هاوي العلوم الفلك والفضاء. فضاء عالم كلش حلو، أكيد أنتوا بأعماركم لازم كل واحد يكون عنده فد هواية معينة، ليش الفضاء؟ ليش تحب الفضاء؟ الفضاء كلش واسع يعني ما يخلص، فشنو نصور مثلا فد جرم جديد بالتلسكوب بعد أكو أجرام جديدة، وكذلك نشوف خلق الله سبحانه وتعالى. في مؤسسة الهدى؟ إن شاء الله بجديد إحنا اشترك فريقنا فريق أندروميدا الفلكي مع مؤسسة الهدى. شلون بدايات هذا الفريق؟ بالبداية أنا بديت يعني بالهواية، عمري 11 سنة اشتريت أول من تلسكوب، لكن أنا من كنت صغير يعني أصلاً أحب الفلك والفضاء وهواي مجالات غيرها. أكيد الأهل دعموك لأن تلسكوب يعني اشتروا فيها. صحيح، الوالدة دعمتني يعني والحمد لله، الله يخليك، دعمتني يعني والحد ما الحمد لله وصلت إلى تلسكوب يعني كلش متطور الحمد لله، جاي أطلع بيه صور حلوة، ومن أدى يعني من هاي التلسكوبات اللي عندي شوي شوي بدينا نصعد إلى أن سوينا مجموعة من الهوات. هواة فلك وفضاء سوينا قرار نسوي فريق. أسألك كظاهرة صارت ذاك الأسبوع بعض الدول يمكن الأمريكية أمريكا الجنوبية بظهور شمسين، وقالوا إنه هذه الشمس الثانية هو النجم الطارق، فصارت كظاهرة، تابعت الموضوع أم لا؟ هذا الموضوع طبعا شائعة. ها شائعة مو صحيح، الشمس الثانية ما أكو، النجم الطارق المقصود به بالقرآن الكريم هي سيريوس، هي موجودة عندنا اللي هي الشعرة اليمانية اللي هي نجمة تدور حول نفسها بسرعة فتطلع ذبذبات يعني ذبذبات فوق الصوتية توصلنا على شكل طرقات يعني، فهل هذا صار نجم طارق؟ فهاي الظاهرة تفسيرها انه فقط صار انعكاس الشمس على الغلاف الجوي فبينت كأنه كل شمس. طبعا اللي نقصده انه مو كل شيء انشاف يصدق، لازم يروح لمصدر زين. اذا انا اريد اتسأل على هذا الموضوع عندكم بيج خاص أسألكم وتواصل وياكم، أو مثلا حتى محبين الفضاء بعمرك وين يروحون؟ عندكم صفحة خاصة بي؟ طبعا عندنا على كل الصفحات فريق أندروميدا الفلكي، فريق أندروميدا الفلكي، ويعني حتى لو أي شخص يكتب فريق الفلكي راح نطلع ضمن الفرق الموجودة. هم الأطفال من ديجون شنو تقدموا لهم بالبوث الخاص بكم؟ بالبوث حاليا احنا عندنا صور لبعض العلماء المسلمين اللي بقت نظرياتهم لحد الآن مثل الخوارزمي وابن النفيس وعلماء آخرين،
وكذلك موجود تلسكوب، جاي نشوفهم بالتلسكوب انه شلون يشتغل التلسكوب، ونشوفهم بعض الامور. يعني حاليا احنا داخل البوث، ان شاء الله بالليل احتمال راح نطلع التلسكوب ونشوف النجوم ان شاء الله. اي فهذا الامر جاي انه ندعمهم دعم نفسي، شلون انه يكون عالم بالمستقبل، بحيث انه نشوف مرايه نقول له ان شاء الله هذا اللي بالمرايه حيكون عالم بالمستقبل، ونقدم له بعد فد دعم نفسي وكذلك هدايا. موفقين ان شاء الله. اشوفك في ناسا. هي شنو هي ناسا بعيده يعني؟ ان شاء الله. لا ان شاء الله وكاله الفضاء العراقيه ان شاء الله. نتمنى هذا الشيء. انتوا جيل، انتوا جيل ان شاء الله، انتوا تعدون المستقبل. نتمنى بيك، نتامل بيك خير. الله يحفظكم. شكرا لكم لقناتكم على الاستضافه الجميله. السلام عليكم. شلون الصحه؟ تعرف على الله. على البياتي، احنا جناح مركز ابجد هوز للالعاب الفكريه والوسائل التعليميه. البارحه حكينا على موضوع الالعاب اللي باعمار معينه تبدون، يمكن تقريبا من 6 شهور. صح. احنا الوسائل اللي موفريها طبعا هي العاب حصريه. احنا عندنا هدف، والهدف مقسم الى مثلا عندنا هدف للاطفال، وهدف للعائله، وهدف للشباب. تمام. هدف الاطفال، هدفنا لهم انه نوفر لهم وسائل فكريه بديله عن الموبايل والايباد. تمام. عن الوسائل اللوحيه بصوره عامه والالكترونيه. للعائله، نحاول انه نجمع العائله، هاي لمه العائله الحلوه اللي انفقدت بهذه ايامنا، يعني صار الانترنت والوسائل الالكترونيه، فقلت يعني جمعة العائلة. فاحنا موفرين لهم العاب جماعية، العاب ذكاء تنمي مهارات وبنفس الوقت تجمعهم بها الضحكة وبها السالفة وغيرها. للشباب موفرين وسائل بديلة عن الالعاب اللي هي صارت مستهلكة القديمة، مثل الدومنة والطاولة والشطرنج. وفرنا وسائل عالمية فكرية، العاب تخطيط. طبعا اكو عندنا موفرين طبعا اكثر من 20 ايتم اللي هي مختصة بس بالألعاب الشباب. أنا دا أشوف بكل جناح هذا الشيء موجود، ألعاب فكرية. شنو اللي يميز ويخليني أجيكم بعيد عن غير؟ إحنا نقدم خدمات، خدمات اللي عندنا. أحكي بالنسبة إحنا كمركزنا، الألعاب اللي أو شخص اللي تجي مثل عائلة، فإحنا اللي راح نحددهم شنو اللي يردونه. يعني مثلاً. احنا هذا اللي يميزنا، انه احنا راح نختار لهم الوسيله المناسبه. يعني للشباب انا اختار له الوسيله المناسبه، طبعا هو يبقى هو اختياره. يعني يأهلك حتى تنطي المناسب انت يعني من خلال اسئله. يعني مثلا خلينا نقول اذا يجون اطفال، خلينا نبدا على الاطفال. اذا يجي لنا طفل مثلا، راح اسال الطفل او اسال اهله انه اكو احد يلعب وياه، اول بدايه ايش قد عمره، حتى اعرف يا لعبه انطي اللي هي مناسبه لعمره. بعدها اسال اكو احد يلعب وياه، اذا ماكو احد انتو تلعبون اهله وياه، لو وحده يلعب، اذا وحده فانطيه اللعبه المناسبه الفرديه. تمام. هاي الخدمات اللي نقدمها. مثلا العائله اشوف شو الافضل، انه خليه هم هماتين يلعبون ويا الاب الام. مهم جدا انه مو هذه الشيء وياهم اذا ما عنده يعني قلت لك من خلال احنا راح نطرح اسئله ونشوف شنو اللي يناسبهم. مرات الاب والام موظفين، طفل وحده يعني ما متفرغين. انا احاول يعني اقول لهم انه مثلا فد ربع ساعه باليوم يقعد ويا الطفل، نعطيه لعبه هو يقدر يلعبها وحده، نفس الوقت يقدرون يلعبوها اهله وياه، يعني شخص ثاني وياه. تمام. مختلف عن الالعاب الموجوده، والحلو بها كواليتي وبها تبقى. يعني مو شلون العاب قبل كانت تبقى عمر، هسه بسرعه تخرب. انتم اللي عندكم لا تبقى بجوده مالتها عاليه. اكيد. يعني احنا الكواليتي عاليه، بنفس الوقت يعني احنا براند، بنبني البراند مالتنا. يعني بدنا احنا مجموعه من الشباب، يعني اللي هي قلت لك عندنا هذا الهدف للشباب. اغلب الشباب مرات احنا نقعد يعني مثل ما احنا شباب نعرف الفكره، انه مثل اريد العب لعبه مثل الطاولي او الدومنه، بس ما اقدر مثلا، انا عندي هوايه يعني اشياء ما تخليني اقدر العبها، فاريد بديل. او انا مثلا لعبت سؤال صارت قديمه، زين اكو اطرح سؤال، اكو وسائل بديله عن اذني موجوده؟ لو بس هذني يعني بس هاي الخيارات المتوفره، ثلاث خيارات اربعه، لو اكو موجود. اكو موجود يا مركز ابجد هوس. هذا اختصار الموضوع. انا اشكرك. شكرا. الله يسلمك. اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله رب يرزقكم. شكرا جزيلا. مستمرين وياكم. السلام عليكم. شلون الصحه؟ تعرف على حضرتك. ان السنه الثانيه ان شاء الله نلتقي. القارئ موسى شاكر الرديني. سهلا، تشرفنا بيك. شنو اللي يميز هذا العام عن العام الماضي بمشاركتكم في المهرجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
احنا ذيك السنه كان لكم حضور ويانا في هذا المهرجان، المهرجان العالمي للطفل العراقي. كان البوث القديم اللي هو صغار على درب الانتظار للإمام الحجة سلام الله عليه. هاي السنة ارتئينا انه نكون مختلفين بهذا البوث اللي هو من مستوحى من الآية القرآنية نون والقلم وما يسترون. نعلم الأطفال القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة ونعلمهم، وهناك مواهب ما شاء الله كثيرة حصلنا عليها وبأصوات جميلة، فالحمد لله شكر نعلمهم على الأحكام تلاوة بقدر المستطاع. شدوهم شلون يطورون؟ أكيد شلون يطور نفسه، شلون يتعلم شنو المقامات اللي أخذها مثلا، وين عند الإخفاق بالفتحة أو الضمة أو الكسرة أو أحكام في أحكام التلاوة. زين، هذا الموضوع يراد لتحبيب حتى أنه يستمر، شلون تحببون الطفل بهذا الشيء؟ اي احنا الحمد لله اخذنا يعني الموهبه اللي تجينا نستمع لها، اذا وجدنا عندها الامكانيه. احنا من ضمن هاي المؤسسه، مؤسسه الهدى، اللي هي مهتمه بالطفل العراقي والناشئين، اللي مؤسسه الهدى، ناخذ ارقامهم. وحصل عندنا في شهر رمضان المبارك انه عملنا لهم مسابقات قرانيه ودورات لتعلم القرآن الكريم وأحكام تلاوة والمقامات القرآنية. وين مكانكم؟ وين مكان المؤسسة؟ إحنا مكاننا في الكرادة بقرب هيئة الإعلام والاتصال. هي وسط بغداد بعد، قريبة على الكل. عندنا فروع غير مكان إن شاء الله. عندكم أيضا تواصل اجتماعي؟ نعم، وعندنا تواصل اجتماعي مع باقي المؤسسات القرآنية والمؤسسات الخيرية. في ميزان أعمالكم إن شاء الله. شكرا. الله يرعاكم. موفقين دوما، نتمنى ان شاء الله في العام القادم يكون لهم فكره جديده. حلو واحد انه عام عن عام يضيف اشياء جديده، ممكن يطور ايضا، لانه هذا الشيء مطلوب لحكم نعرف التغيير كل عام واشياء جديده تصقل عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا دكتور المهندس صدام العقيلي، صاحب برنامج حصاد السوربان للحساب الذهني. يا اهلا وسهلا. القدرات الذهنيه اللي بها يعني صار لها كم سنه صارت رائجة، وكثير منهم خاصة اللي يحبون الماث يعني بالتحديد يدخلون أبنائهم في هذه الدورات. عرفنا أكثر عن مركز الخاص بكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نمثل اتحاد الدول للسوربان والرياضيات الذهنية في العراق، وهو طبعا اتحاد مسجل ضمن المؤسسات البريطانية كاتحاد مسجل موجود في يعني منطقة كوفنتري في بريطانيا. طبعا هذا الاتحاد هو اجتمعوا فيه يعني السورباني الياباني اي الحساب الذهني يعني مينتال ماث ومطوري الروبوتات واتحاد الشطرنج وكونوا هذا الاتحاد. احنا بالنسبه لنا يعني حقيقه قدرنا نحصل تمثيل في العراق لهذا الاتحاد من خلال برنامجنا، طرح برنامجنا اللي هو حصاد السوربان للحساب الذهني. طبعا هذا براند عراقي 100% ومسجل الكتب في دار الكتب والوثائق في بغداد، واستطعنا حقيقة من إدخال هذا البرنامج وتقليل الكلفة إلى 90% من العراق، بعد أن كان يعني هذا البرنامج يعني يدفع العملة الصعبة من الخارج كاستيراد مناهج كتدريب كوادر عراقية. نعم، هو عبارة عن مستويات، يعني يبدأ من مستوى الروضة فما فوق يتدرج الطفل بالعمليات الحسابية. طبعا هو بالأصل يعني هو ليس برنامج خاص بالرياضيات، بل يتم توظيف الرياضيات في تطوير القدرات العقلية لدى الطفل يعني في سن مبكرة. ويعني أثبتت الدراسات بأن هذا البرنامج يزيد من العمر الافتراضي للطفل لمدة 3 سنوات. يعني الطفل مثلا عمره 6 سنوات وبدأ يدرس البرنامج في كل مستوياته، لاحظ الطفل أصبح يعني عمره الافتراضي يعني مو الحقيقي هو 9 سنوات. قدرات العقلية راح تزيد تحفيز بسبب أنه هذه تمارين للدماغ خاصة الرياضيات. هسه أنه شلون راح الناس يعرفونكم صفحتكم شنو اسمها؟ احنا اتحاد دول للسوربان والرياضيات الذهنية، موجود صفحاتنا، وعندنا تقريبا أكثر من 50 مركز معتمد في العراق، نشتغل في كل محافظات إقليم كردستان، وعندنا تمثيل في 16 محافظة عراقية، موجودة على صفحتنا في الفيسبوك والإنستغرام، يعني صفحات التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا. أستاذ موفقين، وأنا أشوف إقبال كلش كبير من عوائلنا خاصة اللي يحبون رياضيات لتنمية المهارات، والبعض اللي يخفق أيضا بالرياضيات يدخلوا لهذه الدورات لزيادة القدرات العقلية في الحساب.
ناخذ فاصل وراجعين. تلاحظون انه احنا دا نتنقل من مكان لمكان حتى نشوفكم الاجنحه الموجوده هنا بالقاعه الخاصه بالمهرجان اللي بيها مختلف الاختصاصات والانواع، فان شاء الله تستمتعون من تجون. السلام عليكم استاذ. يا اهلا وسهلا، تعرف على حضرتك. وعليكم السلام، تعرف على حضرتك. المخترع العالمي الموسيقار دكتور وليد فرمان. اهلا وسهلا. رئيس تحرير مجله دراسات الطفوله العربيه ونهرام والقبس وكل شيء. ان شاء الله تاريخ. ان شاء الله خير. هدف المشاركه في مهرجان الطفل العراقي؟ دعوه من هنا اليوم الثلاثاء الساعه 4 العصر، ساقدم محاضره قيمه هو فنون الموسيقى في مخيله الطفل. حلو. وستكون المحاضره هي دعوه من عندكم الى جمهوركم. وقتها باي ساعه؟ الساعه 4 العصر ساكون بعد بكره الثلاثاء. وهذا عنوانها جماليات الموسيقى ودورها في تنمية مخيلة الأطفال. ممكن شرح مختصر للموضوع؟ أولا الموضوع تم اختياره وفق لجنة عليا من رؤساء المعرض، وأنا مشاركتي في المعرض من خلال 12 كتاب بما فيهم مجلة دراسات الطفولة العربية، نائب رئيس تحريرها أنا. أنا مبارح وصلت وجبت ميدالية ذهبية ثالثة للعراق. أنا مخترع عالمي وورشتي للأطفال ستكون عامة لكل العراق، ستبدأ من 15/9 أكبر ورشة للطفل العراقي لعموم مدارس العراق بإشرف اختصاص الموسيقى وفنونها الجميلة. إن شاء الله دعوة. الأعمار ما محددة؟ الأعمار ستكون من الصف أول ابتدائي كمرحلة تثبيت إلى السادس ابتدائي، وبعدها تخرج قائمة استبيان، وسنبدأ بالجولة الثانية بس إشرافي. نبدأ الجولة الثانية من أول متوسط إلى الثالث متوسط، ونبدأ الجولة الثالثة من الثالث متوسط إلى السادس إعدادي. إن شاء الله هذا المشروع يطول 9 أشهر. سنكون على توافق وتواصل. سأقدم للطفل العراقي وهو استحقاقه بأنه الموسيقى والفنون الجميلة عبارة عن حياة أخرى ظل خير لكل طفل. إن شاء الله جهودكم مباركة واستمرارية والتوفيق أكيد، لأنه هذا الموضوع يعني خاصة الطفل يراد له تعامل خاص به. تعرف والله أنا عندي كلمة لهذا إدارة المهرجان. المهرجان لن يفتقر إلى شيء، على العكس هو فائض من الأفكار وفسحة كبيرة من التطلعات والرؤية. رقم 3، هناك إصرار من جميع الشخوص على تقديم الأجمل للطفل، وهي نقطة بصالحهم، ومن فكر في استقرار هذا الوضع. رقم 4، المطلوب والمطلوب، سنعيد، يجب علينا أن نفكر في مسرح للفنون الجميلة، ويجب علينا أن نفكر في موسيقى الطفل، ويجب علينا أن نفكر في الابتكار والاختراع للطفل. أنا دعيت هاليوم من خلال قناتكم، أدعو إلى أكبر ورشة اختراع لكل طفل عراقي. أنا شاركت في أكبر مؤتمر للعلماء في تركيا وحصلت على الميدالية الذهبية. كانوا معي 332 عالم. من 332 عالم كان هناك 18 طفل يتنافسون مع العلماء الكبار. العراق لديه علماء ولديهم فائض من الأفكار لنرفعهم من تقاطعات الشوارع، وهم أولادنا، ونحمي عقولهم، بالنتيجة سنأخذها للعراق. إن شاء الله بداية خير. أنا أشكرك، وجودك إن شاء الله مستمرة ومباركة وبالتوفيق. شكرا أستاذ. إن شاء الله أنا أشكركم، وشكرا على الاختيار، وشكرا على القناة، وشكرا إلى زملائي، ومن عبر قناتكم أحييكم. شكرا للجيزة جزيرا لهذا الحجر الأساس العالمي. شكرا لك. الله يحفظكم. شكرا، مباركة جهودكم. مواضيع مهمة يعني طرحها أكيد الأستاذ، بالإضافة لذلك موضوع أيضا جذبني اللي هو خاص بقناة شهاب إنيميشن ستوديو. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيست. أنا حسين خالد من قسم الإنيميشن مال قناة شهاب. إحنا بقناة شهاب مؤسسين ومدربين شخصيات على تدريب الإنيميشن، ونخليهم ككادر تدريبي، نخليهم أسطوات بشغلتهم بحيث ينتجون أفلام من النوعية اللي ما مطروقة بالعراق قبل.
كإبداع وكواليتي، ونعلمهم على أكثر من برنامج مثل أونريل والمايا وغيرها، نخليهم يبدعون مستواهم. فعندنا أفلام. طيب أنا شفت الأطفال يجون يخوضون تجربة الأنيميشن. فإحنا سمسوين بالفي آر تجربة أنيميشن بسيطة للطفل بحيث يستوعبها، بحيث يستخدمون إيديهم المجردة باستخدام الأنيميشن اللي إحنا سويناه. تصميم بسيط بس هو إبداع بالنسبة للمستويات اللي راح نوصلها بالمستقبل. تصدوني أيضا الصوت التعليق الصوتي الخاصة بالأطفال أيضا همين ممكن يعني تنمو أكثر، ممكن إنه يخترع لكم أصوات معينة للوعي عنده مواهب للأطفال. هو إحنا بالنسبة للأطفال قلتش للأنيميشن الأصوات الأطفال، إحنا للأنيميشن إحنا عندنا كادر صوت وعندنا يعني للكادر يعني كامل من كل المواصفات، أي من الأطفال ومن النساء ومن الشباب اللي هم عندهم يعني كادر صوت كامل، وحتى الموسيقى اللي إحنا ننتجها خاصة بينا. فالفيلم اللي ينطلعه من كامل المواصفات كامل إن شاء الله. هذا الشيء تتطور أكثر ونشوف شيء ينافس العالمي. شكرا جزيلا، موفقين دوما، الله يحفظكم. أكيد مستمرين معكم مشاهدينا الأحبة في تغطيتنا هذه المباشرة للمهرجان. السلام عليكم أستاذ. سلام أنا ست. الله يحفظك ويخليك ست. عرف على حضرتك. الإعلامي كاظم مجيد، مؤسسة الهدى، فرع شمال بغداد. يا أهلا وسهلا. هذه المؤسسة معنية بهواي جوانب، حبيت الجانب الفلكي وجوانب الصوت وغيرها، هواي أمور حلوة. يعني هذا التطور ومعني خاصة بالطفل، الغاية طبعا هو لازم الإنسان يواكب التطور. لكل مرحلة إلها يعني جيلها وشبابها وأطفالها. مؤسسة الهدى حقيقة مؤسسة يعني دولية عملاقة سباقة بهذا التطور ومواكبة التطور حقيقة. بهذا المهرجان الثاني وكان عندنا نسخة من مهرجان الطفل في منطقة شمال بغداد، أيضا انبهروا الأطفال بهاي الألعاب الفلكية وهاي الألعاب الذهنية والفكرية والثقافية. فطبعا أقدم شكري للمؤسسة الأم، مؤسسة الهدى ثقافة الناشئين، هكذا مهرجان دولي ثاني يقام على أرض معرض بغداد دولي، ونتمنى المزيد والتوفيق لهاي المؤسسة. شنو اللي جذبك غير المؤسسة المعنية اللي أنت فيها، من جناح معين، بوث معين؟ حقيقة كثيرة، هي يعني الأغلب الأجنحة جميلة جدا. أنا قبل دقائق شفت الجناح المصري عنده ألعاب فكرية ذهنية جدا جميلة. يعني أنا عجبتني، أخذت 4 ألعاب لأطفالي لأنه تنمي الفكر، تنمي الذهنية، تنمي هاي. وباقي كذلك يعني وزارة الثقافة، دار الأطفال، مجلتي المزمار، اطلعت على القصص كلش لطيفة، روايات جميلة، مواكبة. نعم أنا أدعي بصراحة من هذا المنبر مالكم، أدعي الآباء الأمهات أنه ينمون أطفالهم بهذا الفكر. يعني هاي الكتب الجميلة، القصص اللطيفة جدا، مو فقط تختصر على الألعاب الإلكترونية. أستاذ موفق دوما، شكرا لمؤسسة الهدى على هذا الإنجازات المهمة. شكرا جزيلا لك، الله يحفظكم. أكيد حبيتي شفنا هذه، والآن بدأت العوائل تجي للمهرجان، شفنا كثير أنواع من المشاركات المختلفة ومعنية بالطفل وأيضا بالعوائل أيضا، لأنه هي فرصة ما أنه العوائل جايين. أكو أيضا بالإضافة إلى هناية هاي الأمور الموجودة في أكل. أكيد كل إحنا نحب الأكل، في بوثات أكل موجودة في الباب، اللي ما متغدي اللي يريد يطلع على أكلات طيبة. أيضا هي كلها أعمال صنعت بأيادي عراقية، تقدرون أيضا تتواصلون وياهم وتشوفون وتشترون منهم. اليوم وصلت وياكم الختام، كانت تغطية كلش حلوة وجود أكيد جهود الزملاء سواء هنا في المعرض أو في قناة الأيام، كل الشكر لهم. كانت وياكم نور العلي، شكرا جزيلا حسن المتابعة وإلى اللقاء.